كيف حسين غيتا تقدم الحقيقة بطلب إحاطة على حد علمي فيما هو متعلق بالجامعة الأمريكية. هو بيهاجم الجامعة الأمريكية وبيعتقد بهذا الطلب الإحاطة اللي قدمه أو بالسؤال اللي قدمه أيا كان المسمى، بس علشان أنا مش عارفه على مستوى الدقة، إن الجامعة الأمريكية بتحرض على الفسق. إيه الحكاية بالظبط؟ النائب حسين غيتا على التليفون، اتفضل. اهلا وسهلا فندم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ازيك استاذ شريف، اخبار سعادتك؟ اهلا بحضرتك، اتفضل. حضرتك طبعا هو بيان عاجل، لان بيان عاجل تمام. ليه؟ لان حاليا بالنسبه للاسلحه الرقابيه للنيل، زي ما حضرتك عارف، استجواب او طلب احاطه او سؤال او حاجه اسمها اقتراح برغبه للقانون، فالحاجات الثانيه دي كلها غير مفعله حاليا، لان لم يتم الانتهاء من التشكيل النهائي للجان. ده شيء. الشيء الثاني ان الوزاره نفسها لم تاخذ الثقه من البرلمان حتى الان، فبالتالي لا اعمل طلب احاطه عشان اجيب وزير، انا لسه ما اعترفتش اساسا رسميا بان الوزير ده اصبح وزير رسمي في الدوله من قبل البرلمان، فمش هينفع اطلب استجوبه او اساله قبل ما ينال الثقه في الاساس. بالتالي انا رجعت الى بيان عاجل، بيان عاجل على اساس ان بتطرحه في اقرب جلسه بيحددها الساده رئيس النواب. طبعا انا كنت تقدمت باكثر من ست بيانات عاجله قبل كده، كانت حاجات تخص الدايره، هي الصرف الصحي، حاجات اللي هي التعليم والصحه والميه والحاجات الثانيه زي ما حضرتك فاهم، يعني بالنسبه للدايره. لكن بالنسبه لسؤال حضرتك اللي هو اللي تقدمت بيه النهارده البيان العاجل ده، بخصوص اتنشر في مجله بتصدر في الجامعه الامريكيه ار يو سي تايم، دي نشر مقال عن الشذوذ الجنسي والمثليه الجنسيه، بتدعو فيه الشباب وبتدعو فيه المجتمع، بتدافع عن شريحه معينه هي شايفاها شريحه مضطهده في المجتمع، وان الظلم كله والمشكله من سلوكيات الناس وسلوكيات المجتمع ضد الفئه ديت، حتى ان هو مسميها يقول لك ايه، ان تكون مثليا في بلاد الخوف. فبالتالي مصور كاني حد بقى يعني ايه، حد مضطهد يعني بهذا الشكل او بهذه الصوره، فالدعوه دي في حد ذاتها شيء غير مقبول. انت مفترض الجامعه الامريكيه ماشي وليها ثقافه معينه، لكن انت على ارض مصريه المفترض تلتزم بالضوابط وبالقيم المجتمعيه للمجتمع المصري. وفي بعض الصحف اخذت عنها ونشرت هذا المقال سواء بطريقه او باخرى، سواء بالتأييد او بالرفض. طيب حضرتك تقدمت ببيان عاجل بتطلب فيه مناقشة هذا الموضوع، ولا محاسبة القائمين على هذا الموضوع، ولا ايه بالظبط؟ محاسبة هذا الامر. ليه؟ عشان توقف العبث الموجود الحالي. يعني حضرتك في احدى الجرايد حد نشر تقريبا الاستاذ اسلام عفيفي، راجل محترم، لكن كاتب ان في الجامعة الامريكية اتنشر كذا كذا. طب ليه بنحاسب اسلام؟ أنا ما قريتش المقال أو الموضوع للأسف. أنا سمعت عنه بس يمكن أستاذ يمكن أنا سمعت عنه بس أنا مش عارف إذا كانوا هم بيعرضوا القضية كقضية ولا بيحرضوا. لا ما أنا بقول لحضرتك على الموضوع، لأن لو بيعرضوا القضية كقضية فهي اتعرضت في برامج كتير والناس اتكلموا عنها كتير. ما هو لو بيناقشها من ناحية علمية أو من ناحية مرضية أو من ناحية طبية مفيش مشكلة، أنا نفسي ممكن أناقش حاجة زي كده، إيه الأسباب وإيه العلاج؟ لكن هو بيحرض من هذه الزاوية. لكن لما بتتكلم على ان بمعنى ده ليه يبقى مضطهد في المجتمع، ده ليه يبقى منكر الناس اللي حواليه، ولذلك مسميها حتى ايه بلاد الخوف، بمعنى ان هي بترهب هؤلاء على اعتبار ان ده حق انساني في الحريه وان هو من حقه يعمل اي حاجه، فالمفترض ان المجتمع ما يلموش. واللي كاتب المقال ده مصري؟ لا المقال شاب مصري تبع الجامعه الامريكيه في الجامعه الامريكيه، انا مش معايا اسمه بالظبط بصراحه. طيب حضرتك بتطالب بس عشان برضه انصف موضوع الاستاذ اسلام عكيفي، هو الراجل نايل المقال مش بيدعو للكلام ده، لكن بيقول ده منشور هو في صحبه في الجامعه الامريكيه، انت ليه مثلا بتحرض على اسلام بحيره او فاطمه نعوت او غيرها او غيرها او غيرها، فالمفترض ان الكل يتعامل بالمثل. تمام، فانت بالتالي بتفتح ثغره معينه لان باقي الصحف طب وانا ما بعملش كده ليه؟ اشمعنى ده مش سوء القانون؟ المفترض ان يبقى فيه قانون يطبق على الجميع. تمام، دي الزاويه اللي اتكلم منها استاذ اسلام بحيري. حضرتك بتطالب بايه؟ انا بطالب اسلام عفيفي عفوا المسؤول
انا بطالب بمحاسبه المسؤولين عن هذا الامر. انا طبعا اللي في وشي وزير التعليم العالي، وزير التعليم العالي ايه دوره في هذا الامر وايه الحدود اللي هو ممكن يتدخل بيها، فلازم اساله. الحاجه الثانيه لازم اسال وزير الخارجيه، على اعتبار ان حضرتك عارف ان دي جامعه امريكيه وبتتبع السفاره الامريكيه، والمفترض ان دي موجوده على ارض مصريه تتبع النظم والقيم المصريه. انا لو عندي سفاره في احدى الدول ما ينفعش ان حد من تبعها او من خلال، لو في جامعه مصريه في امريكا ما ينفعش ان هي تنشر اشياء تكون تتصادم مع المجتمع الامريكي او غيره او اي مجتمع على وجه الارض يعني. تمام، وصلتنا الصوره كامله. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا النائب حسين غيتا اللي تقدم ببيان عاجل لمحاسبه المسؤولين عن كتابه هذا المقال اللي بيحرض على حد قوله على الفسق فيما يتعلق بقضيه قضيه الشذوذ، وهم وصفوا كمان البلاد بانها بلاد الخوف او